فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية لا شك أنها مدنية، وهي في سورة التوبة، فإذا كانت هذه الفاء للترتيب فتكون هذه الآية قد نزلت في شأن أبي طالب، وإذا كانت نزلت في شأن أبي طالب على هذا القول فعندنا إشكال كبير. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما جاء عند البخاري وغيره قال لما شج عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيكون قد خالف الآية، لأن الآية إذا قلنا إنها نزلت في أبي طالب تكون مكية وليست مدنية، لأن قصة أبي طالب في مكة وليست في المدينة، وكانت وفاة أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومعلوم أن غزوة أحد في السنة الثانية من الهجرة، يعني بينهما 5 سنين. وهذا إشكال، ويزيد إشكالا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر أمه لما أراد أن يعتمر، وهذا عند مسلم، قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله. فكيف يدعو ربه عز وجل وقد جاءه النهي قبل هذا في شأن أبي طالب على وجه العموم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويزيده أيضا تأكيدا أن الله عز وجل قال في شأن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذا جاء عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنه سيغفر لهم لو زدت على 70 لاستغفرت لهم. ويزيده تأكيدا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عبد الله بن أبي وقد نهاه عمر رضي الله عنه وقال له: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن ذلك؟ قال: إنما خيرت. فصلى عليه فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن ثم فإن عمر رضي الله عنه قال: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن ذلك؟ وهو لم يأتي نهي، لكن قال العلماء أن عمر رضي الله عنه عنده موافقات للقرآن، فكأنه استشفها من قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استشف منها أنه نهي، ولذلك نزلت هذه الآية موافقة لرأي عمر رضي الله عنه. فماذا نصنع؟ فإذا قلنا بأن الفاء للترتيب والتعقيب فيرد علينا هذا الإشكال، وهذا الإشكال واضح لا شك في وضوحه، ومن ثم فإنه يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن الآية نزلت مرتين، مرة في أبي طالب ومرة في من سواه، فيكون نزول الآية في أول الأمر يكون نزولها خاصا بأبي طالب، ولا شك أن هذا الجواب فيه شيء من الضعف في أمرين: الأمر الأول أن الآية عامة، فكيف يخصص بها أبو طالب؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أقدم على ما يخالف ظاهر هذه الآية بعد أن نزلت في أبي طالب، إن قلنا إنها نزلت في أبي طالب في أول نزولها. والأمر الثاني أن الأصل عدم نزول الآية مرتين، قد قال بعض العلماء إن الآية قد تنزل مرتين كما أن السورة قد تنزل مرتين، مثل سورة الفاتحة قيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا الجواب فيه ضعف كما سبق. الجواب الثاني أن هذه الآية لم تنزل في شأن أبي طالب، فتكون هذه الفاء بالترتيب والتعقيب ولكن كل شيء بحسبه، فيكون أبو طالب داخلا في هذه الآية ضمن أسباب وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأسباب؟ قال في
غزوة أحد: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استأذن أن يستغفر لأمه فنهي عن ذلك. قال: لو علمت أنه سيغفر لهم لو زدت على 70 لاستغفرت لهم. فتكون هذه الآية وهي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، قد تأخر نزولها لأسباب متعددة. فتكون هذه الآية نازلة في شأن أبي طالب ليس لوحده، وإنما في شأن أبي طالب وفي شأن قوم النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن أمه وفي شأن المنافقين. ولا يمنع أن تنزل الآية مرة واحدة، وقد سبق قبل نزولها أسباب تتعلق بها، وذلك مثل آية اللعان على أحد القولين: هل نزلت في عويمر أم نزلت في هلال بن أمية؟ قيل إنها نزلت مرتين، وقيل إنها نزلت مرة واحدة. فتكون هذه الآية قد نزلت لسببين متقدمين، فيكون هلال أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى عويمر قبل نزول الآية، أو أتى عويمر ثم أتى هلال، فتكون نازلة مرة واحدة. بعض العلماء جنح بجواب عن نص واحد وهو ابن حبان رحمه الله، لكن لو أجاب عن هذا فإن هذا الجواب عن هذا النص لو سلمنا به، مع أننا لا نسلم به، لو سلمنا به فهناك أسباب أخرى. ما هو هذا النص؟ قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء المغفرة لهم أن يغفر لهم ما يتعلق بحقه هو، وهو شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، ولم يرد المغفرة العامة، فكأنه تنازل عن حقه. لا شك أن هذا تخصيص لعموم، ولو قلنا به فماذا نقول في قصته مع أمه عليه الصلاة والسلام وفي شأن المنافقين؟ يأتي القرطبي رحمه الله ويقول إن قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول إن القائل ليس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي سبق، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا قد شجه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فرد عليه النووي، ثم وافق ابن حجر قول النووي فالرد عليه من أنه حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وحاصل لنبي قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكر النبي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى له. فيكون الصواب أنها نزلت مرة واحدة لأسباب متعددة قد سبقت. ما الدليل؟ الدليل هذه الوقائع. دليل آخر أن قوله في تتمة هذا الأثر: قال وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فدل على أن هذه الآية لم يرد فيها أبو طالب في تلك الحال، وذلك لأنه خصص في نهاية الأثر وقال مخصصا أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، قال وأنزل في أبي طالب ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.